استقبل سمو الشيخ محمد بن مبارك الخليفة نائب رئيس مجلس الوزراء معالي السيد فيكتور زوبكوف المبعوث الخاص لرئيس جمهورية روسيا الاتحادية رئيس مجلس إدارة شركة غازبروم الروسية. جاء ذلك بحضور معالي الشيخ خالد بن أحمد الخليفة وزير الخارجية وسعادة الدكتور عبد الحسين بن علي ميرزا وزير الطاقة، وذلك بمناسبة زيارته لمملكة البحرين للمشاركة في فعاليات معرض البحرين الدولي للطيران. وخلال اللقاء تم استعراض مجالات التعاون خاصة في مجال النفط والغاز، وذلك في إطار العلاقات الودية القائمة بين البلدين الصديقين، حيث تم التأكيد على أهمية تعزيزها وتطويرها بما يخدم مصالحهما المشتركة. كما تم بحث مختلف المستجدات والتطورات السياسية والاقتصادية الجارية على الساحتين الإقليمية والدولية. وقد عبر معالي السيد زيبكوف عن سعادته بزيارة مملكة البحرين مشيدا بقدرتها على استدامة استضافة فعاليات معرض البحرين الدولي للطيران وبما يحظى به من مشاركة واهتمام دولي كبير. وكان معالي السيد فيكتور زيبكوف المبعوث الخاص لرئيس جمهورية روسيا الاتحادية رئيس مجلس إدارة شركة غازبروم قد وصل مساء أمس إلى مطار البحرين الدولي، حيث كان في استقباله سعادة الدكتور عبد الحسين بن علي ميرزا وزير الطاقة.